تالت درس في الهارموني. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة هنتكلم عن تالت درس في الهارموني. مهم جدا اننا نبدأ بسلم السي ماجر او الدو ماجر. بيتكون من النغمات الطبيعية جدا في السلم الموسيقي اللي هي ما فيهاش لا اسود ولا مفاتيح سودا في البيانو خالص. فهيبقى عندي سي دي اي اف جي اي بي، وبعدين بنبدأ تاني سي دي اي ونكمل. طيب اللي هو دوري مي فا سول لا سي، وبنبدأ تاني دو تاني من اكتاف اعلى منه. بالنسبة للسلم الميجر دوت، السلم الميجر دوت احنا لو اخدنا مثلا نوتة الدو السي، فلما انا هبدأ اعزف السلم كله هبدأه من السي سي دي اي اف جي اي بي سي، ده السلم من السي للسي. طيب لو انا جيت على اول نغمة سي، مش هعزف دي معاها، دي هعزف اللي بعدها اي، يبقى هنط نغمة في الوسط سي وإي سي وإي سي وإي. لو أنا بعد الإي نطيت نغمة كمان، فأنا مش هلعب الإف، الإف دي مش هلعبها، هلعب الجي سي إي جي سي اي جي. لو انا لعبتهم ورا بعض كده، دي بيسموها اربيجيو، اللي هو عبارة عن تألف موسيقي او كورد بس متفرط. طيب حلو قوي. طيب لو انا عزفت التلاتة دول مع بعض، بيعملوا تآلف صوتي، لقوا ان صوته مع بعض ماشي وينفع، الودن بتقبله زي ده، الأذن بتقبله. طيب أنا حاطط صباعي على سي والإي وسايب الجي فاضي مثلا. طب لو أنا حطيت صباع كمان على السي، ما هي معانا السي، يبقى دي تقليد للسي الاولانيه، ما فيهاش مشكله. طب والوتر التحتاني خالص اي، ما هو اي معانا برضو. فانا بالظبط الثلاث نغمات دول الكورد ده ما فيهوش غيرهم، وده كورد السي ميجر. كورد يعني تآلف صوتي، بيتعزفوا كلهم مع بعض. لو عزفتهم كلهم متفرطين ده بيسموه اربيجيو او اربيج، كورد اربيج. دلوقتي بالنسبه للسلم الدو ماجور وما فيهوش غير كورد واحد بس السي ماجور، لا يا حبيبي، انت دلوقتي لو عديت على كل نغمه من نغمات السلم اللي احنا قلنا عليهم وطبقت عليهم القاعده بتاعه النغمه، تعدي النغمه اللي بعدها وتعمل اللي بعدها، هتعمل لك التالف. طيب نشوف تاني الري هلعبها من هنا، عدي المي وهلعب الفا، يبقى ري فا. طيب النغم اللي بعديها بعد الفا في سول، فهعدي السول وهلعب اللا، يبقى ري فا لا. اديتني تآلف من طعم تاني، هلعبهم التلاتة مع بعض، ده تآلف ري. فما لقوا التآلف دوت صوته مش زي الاولاني، الصوت الاولاني كان ميجر، كان صوته فرح كده، هنجربه كده. طيب التآلف التاني في فرق بين ده وده، التاني حزين شوية. طيب ايه السبب في الموضوع ده؟ التحليل بتاع الكورد دلوقتي بين الدو وما بين المي تونين كاملين، يعني اربع تنصاص تونين كاملين، دي بيسموها تالتة كبيرة. بين المي والفا نص تون، بين المي والفا مفيش مفتاح اسود على البيانو، نص تون. وبين الفا والسول تون كامل، يبقى تون ونص.
يبقى المسافة ما بين الدو والمي 2 تون، وما بين المي والسول تون ونص، بيسموها الأولانية تالتة كبيرة، التانية بيسموها تالتة صغيرة، تالتة كبيرة فوقها تالتة صغيرة، يعمل لي كورد ميجر. طب بالنسبة للري، ري للمي تون كامل، المي للفا نص تون، فأنا عندي تون ونص الأول، وبعدين من الفا للسول تون كامل، ومن السول للا تون كامل. فلو لقيت الآية مقلوبة، لقيت المسافة الأولانية تون ونص والمسافة التانية تون 2 تون، ده معناه ان الكورد ماينر، الكورد ميجر والكورد ماينر. طيب هل ممكن في السلم الماجير يحصل معايا ان انا اعمل النوتين مع بعض يطلعوا الاثنين تلتتين كبار، تلتة كبيرة وتلتة كبيرة؟ لا، مش هيحصل في السلم الماجير ده، مش هيحصل لي في السلم الماجير ده الا لو انا افتعلته، لو انا افتعلته. يعني بمعنى اصح، دول المي ده تلتة كبيرة، من المي للسول تلتة صغيرة، فانا هزودها نص تون، فهتبقى السول دييز او السول شارب او الجي شارب او المفتاح الاسود اللي بعد السول في البيانو. ده معناه ان كده حطيت تلتتين كبار ورا بعضيهم. الكورد ده بيسموه اوجمنتد او كورد زايد، الكورد زايد. ليه؟ السول ديت ما كانتش، السول دييز دي مش معايا في السلم، السول دييز مش معايا في السلم، فانا زودت عليها فعملت تلتتين، واحده كبيره واحده كبيره. مفيش وضع في السلم الموسيقي هيجيب لك تلتتين كبار ورا بعض. ممكن يجيب لك اتنين تلتتين صغيرين، واحد ونص تون واحد ونص تون في كورد واحد بس في السلم الميجر، كورد السي، فانا اللي هو البي، كورد البي لو انا عملت البي سي نص تون، ومن السي للدي يبقى تون، فيبقى البي والدي، هاخد البي والدي وهسيب السي بره. طيب من الدي للاي تون كامل، بس من الاي للاف نص تون، فانا عندي الاولانيه تون ونص والثالثه الثانيه تون ونص برضو. يعني ايه؟ التلتتين صغيرين، التلتتين الصغيرون دول بيعملوا لي كورد اسمه الكورد الناقص او الكورد الديمينيشد، الكورد الديمينيشد، او بكورد الماينر فلاتد فايف، ماينر فلاتد فايف، يعني المينير بس نزل الخمسه بتاعته نص تون، ماينر فلاتد فايف. الكورد لو هنعمله مثلا من السي زي ما احنا قلنا، سي ري فا، الكورد كده زي ما تقول غامض، الكورد غامض، السي والري والفا، كورد غامض خالص، غير المينير، ده مينير وغير الماجير، دوت الديمينيشد. الواجب الاسبوعي بتاعنا المره دي همسك السلم السي ميجر، هعدي عليه كورد كورد، فيبقى السي ميجر، الكورد الدي ماينر، وانا عايزك انت تطلع بقى الاي هيبقى اسمه ايه، والاف هيبقى اسمه ايه، والجي هيبقى اسمه ايه، نوعه يعني نوع ماجير ولا مينير ولا ديمينيشت، والاي هيبقى ايه والبي هيبقى ايه، ونشوف هنعمل هارمونايزيشن للسلم ازاي. واشوفكم الحلقه الجايه بعد ما تكون عملت الواجب دوت.